الماتش بتاعنا النهارده مع نيجيريا، اظن مفيش حد في مصر ما شافش الماتش، وما اظنش ان في حد سعيد بنتيجه الماتش تحت اي ظرف من الظروف. ويمكن وانت واقف بتتكلم مع الناس فقاعد عمال بتستطلع الاراء، يا ترى الناس شايفه الماتش ازاي؟ هل المشكله في اللعيبه، ولا المشكله في الجهاز الفني اللي بيدير الفريق النهارده، ولا ايه اللي حصل؟ ما تعرفش. لكن الحقيقه انا لقيت انه في اكتر من حد، ان لم تكن الغالبيه العظمى، بيتكلموا عن انه المشكلة الرئيسية مش في اللعيبة، المشكلة الرئيسية في توزيع المراكز على الفريق، وانه التوزيع اللي حصل كان توزيع خاطئ بالكلية، وانه ده اللي ادى الى هذه النتيجة. طبعا كل المصريين اللي موجودين في شرم، بقدر ما انه الناس بتبقى سعيدة بمنتدى شباب العالم وما الى ذلك، والفعاليات والصخب والصحيان والنشاط والطاقة اللي موجودة جوه شرم، على قد ما الناس محبطة جدا بسبب هذه النتيجة. واعتقد مهم جدا 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 انه يتقعد مع كيروش ويتفهم منه ايه اللي حصل النهاردة، يعني التغيير اللي حصل في المراكز مش مفهوم على الاطلاق. طبعا بعض من الناس برضو رأيهم ان في بعض اللعيبة، دون ذكر اسماء، انا هترك ده يمكن للمحللين الرياضيين، واحتمال نتكلم في ده يعني في وسط البرنامج، على مسألة مين اللي لعب كويس مين اللي لعب وحش، بصرف النظر عن مركزه جوه الملعب، ومسألة ليه كيروش لعب في المراكز جوه الملعب.